طيب الكوكيز اللي بالتفاح عندي هنا تفاح مسلوق ومهروس، سلقناه قشرناه قطعناه مكعبات، سلقناه بشوية مياه صغيرين جدا، شوية عسل أبيض أو عسل أسود أو سكر بني، نقطة قرفة أو فانيليا حسب ما أنتوا عايزين. سلقناه كويس جدا وهرسناه بالشوكة كويس جدا. بعد كده عندي زبدة فول سوداني، جبنا الفول السوداني مش متحمص ومش متملح، حطيناه على النار شوحناه لحد ما اتحمص وهو سخن، حطيناه في كبة صغيرة وضربناه لحد ما بقى زبدة فول سوداني. ربع كوباية من الزبيب، ربع كوباية من بذور القرع أو اللب الأبيض المتقشر، كوباية من الشوفان. الشوفان بيتباع في السوبر ماركت، اللب بيتباع في المحلات بتاعت المكسرات، زبدة الفول السوداني في السوبر ماركت برضو. وأنا قلت لكم الطرق للي هيستخدمها في صوص تفاح، بيوريه التفاح بيتباع جاهز في السوق، بس احنا افضل ان احنا نعمل كل حاجه في البيت. ادي التفاح المسلوق والمهروس، زبده الفول السوداني، بسم الله الرحمن الرحيم، البذور بتاعه القرع، الشوفان كله على بعضه، الزبيب، هقفل واشغل الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبت هنا من الشوفان ومن الزبيب ومن البذور دي علشان احطها على الوش. صاج عليه ورق زبده، معلقتين او معلقه بتاعه ايس كريم، وهقوم واخده كده وحاطه هنا وهسيب مسافات. درجه حراره الفرن 180 المده من ربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه، لان انا هنا ما عنديش حاجه بتستوي، يعني ما فيش بيض، ما فيش دي تمشي كويس جدا مع حساسية الألبان، لأن مفيش لا بيض ولا زبدة ولا جبنة ولا أي حاجة من دي أهي. وأحط كده وأسيب مسافات. هقوم بقى مدياله كده إيه من الحاجات اللي إحنا سبناها دي، شوية شوفان كده على الوش مثلا، وده للشكل يعني، مش لحاجة، إحنا خلاص خدنا الفايدة من جوه. او علشان لو انا هعمل كذا نوع مثلا من اللي احنا عملناهم الايام اللي فاتت، فابقى مميزه الشكل مثلا كل واحد جواه ايه. اهو بمناسبه تليفون علا، الرسائل اللي بتتبعت لي من العرايس الجداد المحتاسين مش عارفين ان هم يشتروا ايه ومش عارفين يطبخوا ازاي ومش عارفين يعملوا ايه، بكون مبسوطه بيها جدا جدا جدا، لانه يعني بحس ان احنا الحمد لله بنقدر نفيد الناس ولو بحاجه بسيطه.